بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام من هنا من أرضية ميدان المرموم عبر هذه الانطلاقات التي تتواصل شوط يتلو الآخر مع التحديات المثيرة ومع هذه الشعارات الكبيرة والوفيرة. شوطنا 13 والمخصص للأبكار الحقايق نتابع الانطلاقة وتابع هذه المنافسة المميزة، ونظرنا دائما وتطلعاتنا إلى المركز الأول الذي يبدأ معه ومع انطلاقة وتواجد هناك نوف لسيد سالم بن مطر بن عنوده العامري، بينما المركز الثاني نقلتنا على عالية لسيد سعيد بن راشد بن ذيبان المنصوري، والمركز الثالث في هذه اللحظات جبارة لسيد محمد بن فهيد بن سعد الفهيدي المري، والمركز الرابع النقله وتابع المركز الرابع وتواجد تغاريد لسيد صالح بن مبارك العامري، المركز الخامس من الجانب الآخر هناك أيضا التدخل المميز مع هذا السن، سن السرعة والإثارة دائما، ولكن المركز الخامس اللي خدته في هذه اللحظات اللي هي شبابه لحمود بن سعيد بن متعب العفاري سادس المراكز، وتابع هناك الجانب الآخر وتابع تحدي آخر هناك التواجد أيضا مع انطلاقة وحضور واندفاعة رعود لأحمد بن سعيد بن بروك الحميري. هذه النتيجة أيضا هناك، والمراكز الستة المتقدمة المتواصلة في هذا التحدي، سابع المراكز تأتينا شبه الجزيرة لسعيد بن ناصر بن سالمين العيساني، والمركز الثامن هناك أيضا نتابع راشد بن علي بن مفتاح الحاضر مع الانطلاقة. تاسع المراكز وصلت اللي هي الهاشمية للسيد فيصل بن سالم بن جساس الشريف، بينما المركز العاشر هنا الحضور والانطلاق من الذيبة للسيد أحمد بن مذكر بن مصر القرشي. هذه نتائجنا ونداؤنا الأول للعشرة المراكز الأولى المتقدمة. أعود من جديد مع المركز الأول، أعود مع البداية والصدارة، ما شاء الله تبارك الله، هذه اللي سيرها يطرب مع المقدمة، بدأت تودع الجميع بدون أي توامر وبدون أي تعليمات، أيضا مع الانطلاقة المميزة اللي هي نوف للسيد سالم بن مطر بن عنوده العامري. الله يا نوف على هذا الحضور الرائع مع المركز الأول، رحاب السير مهتمة، عصات تاغوس ولا زالت تسيطر على هذه النتيجة القوية، بينما المركز الثاني وتابع الوصول والتسلل من جبارة لمحمد بن فهيد بن سعد الفهيدي المري، أيضا قادما مع هذه المنافسة المرة مع هذه المنافسة القوية. ثالث المراكز أول لدى هذه اللي تحمر رقم 27 مياسة لسالة بن مبارك بالحطم العامري، ولكن يا بالحطم الشوط يبغي له تحطيم، شد حيلك. ايضا التواصل والتسلل هنا مع تواجد فريده تعود ملكيتها لعبد الله بن خلف بن رايف الشمري، المركز الخامس هنا التدخل مع انطلاقه الهده لعوض بن الصغير بن عنوده العامري، لكن والله هذه اللي انهدت على المركز الاول. يا بوي حي هالسير، ما شاء الله تبارك الله، اطمش خذ يديد العامري، خذ بن عمو عن بن عنوده مع هذا الحضور الرائع، هات يلي سيرها يطرب، ما شاء الله من البدايه الدفع، نعم للمتر الاخير، شوف الحركه المميزه، افق عصاها من عصاها لا تطير، لا والله طارت، كيف الطيور تطير من دون جنحان، تبارك الله على هذا الحضور، تبارك الله على هذا السير. نوف مع المركز الأول إذن، والانطلاق الأول مع سالم بن مطر بن عنوده العامري. أشكرك يا بن عنوده، ألف تحية وسلام لك على هذا الحضور المميز والانطلاقة الرائعة التي قدمتها نوف مع المركز الأول، التي قدمها نوف بدون أي منافس وبدون أي تعليمات، قامت رأس وتنهي هذا الشوط رأس. مشكور يا بن عنوده.
نعمان على هذه المتابعة القوية والمتابعة المميزة لهذا الشعار. 200 متر يفصل هذا الأداء المميز وهذا الأداء الرائع. سلامي والله على هذا السير وسلامي على هذا الانطلاق الرائع بالمركز الأول. نوف يا نوف والله أطربتينا يا نوف. تهانينا والناموس واسمها من 3 حروف. تهانينا إذا للسيد سالم بن مطر بن عنوده العامري. المركز الثاني للسيد سلمان بن عبد الله بن محمد البطين. بينما المركز الثالث للسيد سالم بن مبارك بن حطم العامري. المركز الرابع للسيد ابراهيم بن محمد السيود الوهيبي. والمركز الخامس للسيد محمد بن محمد الغوي السويدي. هذه النتيجة. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام نعود بالتوقيت الزمني 5 دقائق ما شاء الله 52 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس يا راعي نوف على هذا الانتصار المميز وهذا التوقيت الرائع. بينما المركز الثاني اللي وصلت به المركز الثاني كان من نصيب العبور لسلمان بن عبد الله بن محمد البطيل بتوقيت وقدره 5 دقائق 55 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس. بينما اللي وصلت المركز الثالث مياسة للسيد سالم بن مبارك والحطم العامري بتوقيت 5 دقائق 55 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة مع هذا الانطلاق المميز ومع هذه الاندفاعات المثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم المتابع.